حياكم الله يا جماعة الخير بمقطع جديد وبحلقة جديدة من لعبة The Infected بالقناة بعد قطعة أسبوعين عنها. يعني أنا آسف جدا يا شباب، ما كنت ألقى وقت مناسب أصور لكم عنها بحكم أن اللعبة تاخذ مني وقت جدا كبير وأنا بادي المقطع الآن. والله شباب ما عندي وقت أجمع الله شباب. أتمنى يا جماعة الخير دعمكم على هذا المقطع بزر اللايك، يعني خليني أشوف كذا لايكات كثيرة أتحمس أصور لكم عنها أكثر وأكثر، لأن اليوم عندنا مشوار جدا خطير راح نسويه، أنه نحاول نجمع كل أغراض السيارة ونروح نجيب السيارة ونجي، لأن التنقل بدون سيارة شباب هو أكثر شيء كان ياخذ مني وقت صراحة. وأيضا اللي مو مشترك بالقناة عزيزي ترى 40% من اللي يتابعوني مو مشتركين شباب، لكل واحد اشترك وصلنا مليونين من زمان والله انه وصلها شباب. طبعا شباب هذه القطعه دخلت، يعني مو ما دخلت ابدا، دخلت كذا ايام مقطوعه كذا، يوم اشوف نفسي فاضي اخش فيه ساعه كذا العب اجمع اشياء، واللي سويته الان راح اشرح لكم اياه شيء جدا خطير. بس خلينا هذه نولع الافران الان وبعدين بشرح لكم حبه حبه ايش سوينا. اوكي فتعالوا على طول ندخل الى هنا، شوف الباب كمان مفتوح. سلام عليكم يا المنزل، بلا ما اشتقتوا لهذه السلسله شباب، والله انها سلسله اسطوريه والله حتى انا اشتقت. طيب اللي صار انه هذا الفرن كملته، كان يحتاج 10 ايرون انجوت طبعا، كملناه على بركه الله. واللي ابي الان اشغل كل هذه الافران، شوف الان كنت اشتغل قبل شوي على هذول، احط فيهم كمان مره يا شباب لازم يعني نحط، فتعال نحط هنا كمان. الهدف يا شباب انه نجمع اغراض السياره، والان راح اشرح لكم الخطه الثانيه، لان مو بس كذا الهدف. خبرتكم يا جماعه الخير السياره يبي لها 15 ميكانيكال بارت، كل ميكانيكال بارت يبي لك وحده ايرون انجوت، هذه ميكانيكال بارت، ميكانيكال بارت فهمت يعني؟ يعني يبي لي 15 من ذي، ويبي لي ايضا يا جماعه الخير 20 ايرون انجوت، يعني صار الان 15 من ايرون انجوت زائد 20 هي 35 ايرون انجوت، هذه الوحده اوكي، كل هذا لازم نسويه، وايضا طبعا نحتاج الى 20 ستيل انجوت، اذا انت ناسي عزيزي ايش هو ستيل انجوت كيف ممكن تجيبه يعني، راح اشرح لك انا الان بمخي. ستيل انجوت جيبه من ستيل الوي اللي هو الليد اور والايرون اور، فصراحه شباب موضوع جدا معقد صعب، ناهيكم ايضا نحتاج الى البلاستيك. شوف البلاستيك ايش يحتاج، يحتاج الى 3 اويل كان على كل حبه بلاستيك يا شباب، والله جدا جدا معقد. يعني الاويل كان من وين تجيب الاويل كان؟ لازم تجيبه من شيء اسمه اويل اكستراكتور. هاي صار الدنيا ليل فجاه، ايش فيه؟ ولد لازم ننام والله بعد شوي، لازم اروح انام والله. تدرون ايش؟ نروح ننام نصحى الصباح، لان في اشياء ورائي ما ودي الف وجهي عشان اوريكم عليها، خليها مفاجاه لبعد شوي، لاني بهذه الايام صراحه شباب دخلت كنت احاول اتسلى كذا شويتين. تعالوا ننام شباب، نبي الطاقه تكتمل فل، لان عندنا شغل من هنا لسه ما عندنا شغل، والله عندنا شغل الدنيا كلها. يا سلام، صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل. اوكي راح احط هذه هنا وراح احمل ال والله السبيرات هنا كلها معفنه. طبعا شباب ما يمديك ترمي اغراضك في هذه اللعبه الا اذا في حال صنعت الزباله او القمامه. شباب لازم نصنع ذي نحطها، هذه عباره عن قمامه 20 ايرون انجوت يمديك ترمي فيها اغراضك وتكبها للابد. طيب اول شيء تعالوا شوي نظبط وضع المياه عندنا وهذه الامور، لسه ما صار الدنيا صباح صباح، ما ادري ايش فيه يعني المفروض تصير صباح صباح. اوكي هات هذه واحده حبه شوي من هنا. ما شاء الله يا مزرعه البطيخ. ولازم ايضا اليوم نزود دمنا شباب، ما نسيت الموضوع والله ما عليكم الان. انا اسف الدنيا صارت كذا فجاه، ما ادري ايش هذا الجو الكئيب المكتئب، ما احب العب هذه الاجواء انا، بس يلا ما علينا. كلين واتر ما شاء الله فورا اعطاني كلين واتر هذا. بوريكم الان شباب، بس خلي الجو يفتك شويتين والله، بس خلينا نشيل هذول كمان، تعالوا هنا معانا كلكم الان عشان نحاول نصنع منكم شيء مرتب وشيء فخم وانيق. الفكره هي كالتالي يا شباب، قلت لكم قبل شوي الاويل كان ما يمدينا نصنع منه، يعني لازم نصنع اداه بالاول عشان تسوي لنا هذا الشيء، فصنعنا شيء اسمه اويل اكستراكتور. مو بس كذا شوف ايش سوينا. شباب حطينا من هذول كمان ايضا، هذه بس تحتاج مسامير وايرون انجوت، جمعت ايرون انجوت بس كذا تجميعتين ثلاثه. طيب خلينا نشوف ايش يعطيني الان. الان راح يعطيني ما شاء الله ايش هذا الحظ، اوه ايرون اور نايس ون. احتاج من الايرون اور 20 حبه شباب، لو اني ما حطيت من هذول مستحيل كنت اجيبها. شوف احيانا يعطيك ايرون فراجمنت، بجيب هذه احط مكان هذه عشان تصنع لي واحده بالكامل. اوكي فهذه الفكره طبعا. وهذه ايش يا مامكالو؟ هذول احنا نعرفه من قبل، ولكن هذه ايش شباب؟ هذه هي اللي تصنع لك الاويل كان. اوكي كيف ممكن نستخدمها؟ تشتغل على الكهرباء مع الاسف، مع الاسف تشتغل على الكهرباء. شوف الان هذا هو المدخل تبعها، كيف ممكن نحطها بالكهرباء؟ هذه ما ادري ابدا والله شباب، ما عندي ادنى فكره كيف ممكن تشتغل. انا حطيتها بس لازم ننتج منها من الان والله، لازم نطول فيها. فاقترح عليكم نشغلها من الان. طبعا حطيت ايضا طاقه شمسيه هنا وبطاريه زياده عشان يكون عندي 100% كهرباء. شوف الان الكهرباء المدخول عندي 2000 بدل 1000، معني ما احتاج كل ذا كثير صراحه. يعني عندي 2 طاقه شمسيه باور بانل. اوكي نايس. طيب انا اتكلم عن هذه، اوكي اقدر احط فيها نايس والله، اسحبها كذا واروح لبرا. طيب خلينا نروح نجيب هذيك الى هنا شباب عشان نشوف كيف ممكن نسحبها ونستخدمها، لان اكيد ما راح امط شريط من هناك الى هنا، يعني الشريط ما راح يكفي والله. فالحل الانسب اني احط هنا، ممكن امدها بهذا الشكل كذا، او مو هنا احطها جنب هنا. اوكي نايس ون كذا على طول، شريط من هنا الى هنا يفي بالغرض.
اتوقع معي شريط والله اعلم. بالله قلت لي ما معك شريط بالانفنتوري ارجوك يعني. يا الله الي ما معك شريط، بالله عليك ما معي. هو كيف معي شريط واحد؟ والله يكفي. معي شريط واحد شباب ان شاء الله يكفي. مدها من هنا، كان ودي اطلعها لبرا بعدين ادخلها، بس شباب غضوا نظر. راح يطلع كذا مخترق الموضوع شويتين، بس يلا غضوا نظر. هذه ايش هذه؟ اوكي، اوه تايم. اما بس يشتغل لوحده، بس كهرباء، يشتغل لوحده. بعد 3 دقائق راح يعطيني الاويل كان. قولي شباب والله نايس وان، يشتغل لوحده. الله، لو اني حطيته على السطح مو كان احسن؟ ايوه الشريط يبقى لاصق فيه والله. ممنوع تحطه على السطح، اها. ما ينحط على السطح شباب. طيب عادي عادي مو مشكلة، اوكي تمام. طيب بالنسبة للطاولة هنا شباب، مثل ما راح تشوفون هذه أيضا صنعتها بالمرة الماضية، كان ناقصني مسامير فيها، خبزناها مسامير وصنعناها طبعا، وأنا فلست أغراضي حرفيا ما ضل معي شيء. شوف الآن كويس معنا 5 من دي، لأن أنا أحتاج من هذه 15، باقي لي بس 10 أيرون إنجوت، وبلاستيك معي 9، وفر لي وقت كبير، أنا أحتاج 20 بلاستيك يعني. ففي معنا أغراض، في معنا أغراض، إن شاء الله يمديني أسويها اليوم والله. عندنا ستيل إنجوت 3 حبات كما صنعتهم المرة الماضية، عندنا هذه الأيرون فراجمنت. كل شوي لازم امر على الفرن وارجع شباب، كل شوي لازم اسويها، كل شوي ما اقدر، لازم اكرفتهم. شوف هذه حبتين الان من هنا، قلت لكم انا 6 حبات صح؟ هذه صاروا 5، مو بس 6 حبات، هذه 7 حبات، 8 حبات، شفتوا؟ 8 حبات كل مره، انا بس مرتين يبي لك تلفلف على هذول وخلاص. ما ضل معي، ما ضل معي والله. وشوف كم حبه الان، واو شوف كم حبه، شوف كم حبه، واو. طيب اوكي حلو، شوف كم حبه ترى. لا لا يبي لنا سطر، يبي لنا مكان ثاني والله. هذا ايش يعطيني هذا الان؟ جاهز حبتين من هذا، كفو عليك اسطوري. حبه من ذي، هذا ايش يعطيني الان؟ ولا شيء. اوكي شباب، اللي اكتشفت انه البطاطا تطول 11 ساعه، والله يا انه البطاطا اسطوريه شباب. 11 ساعه طول البطاطا، يعني جدا جدا مربحه اذا سويت مزرعه بطاطا بعدين. اما شوف الدب هناك شباب، لا يهجم علي هذا الدب، والله بيخرب لي المكان بالكامل. اي والله لا تهجم علي الدب، والله لازم نصطاده ولا لا؟ سيف الكتانة ما ينفع، ما معي بو. هذا البو بالله خليه يكون مع اسهم، اسهم اسهم ستون، سمول ستون، انسى انسى سمول ستون، يقول لك والله ما رجعها رجعها، والله سمول ستون احتاجه لنفسي انا. والله لوريك من انا، وين الدب شباب؟ وربي لاصطاده لعيونكم الان. كان يتمشى هنا في هذا المكان، وين راح؟ هذاك هو فوق. طيب اذا ما اصطدته الان، ايش رايكم اصطاد لكم اياه الان شباب؟ راح اهجم عليه كذا على العمياني، تعال هنا تعال هنا. راح اهجم عليه بسرعه شباب، شوف الخطه شوف الخطه كذا. لا خلص خرب هذا، ما خرب، لا والله ما خرب ما خرب ما خرب. هذا واحده 2 3 4 مات مات. اوه ماي جاد، احسب انه خرب، عضني عضه واحده بس والله. من هذا اللي جاء الان هنا يا اخي؟ وخر، عضني عضه واحده بس والله، يا انه عضني عضه. ممكن عبي الافران بعدين، شوف اشغالك عبي الافران بعدين. هذه 4 صفائح هنا، اوكي شباب عبيناها من جد. شوف هذا كيف يفضل صار بسرعه ما شاء الله. هنا واو تقريبا عبيناه. عندنا 10 بكل صف، عندنا 5 بكل، عندنا 5 10 15 20 وحده بكل وحده، 20 وحده راح نجيب الان، 20 حبه. هنا هذا جالس يعطيك الان 3، نايس 1 2 كفو كمل. يا حرام، كل هذول معي وجدا صعب العيش هنا والله شباب، اللعبه دي صعبه كثير. يكون عندك كذا دب احتياطي كمان، لان هذا احتاجه بعد شوي، بشرح لكم الان ليه. ابي اعبي دم يا شباب، تعرفون المره الماضيه قلت لكم خسرت نقطه واحده بالدم، لان مع الاسف الشديد يعني قلت علي لعبه اضطريت اموت لاول مره في حياتي مت في اللعبه، المفروض ما اموت. فتعال نصنع الوشبه السحريه الان. هذا ايش اعطاني الان هذا؟ اعطاني حبه، واو شباب والله كل 5 دقائق حبه، كثير كثير يعتبر الوقت والله، خاصة الاويل كان 19 حبة معي منه. ما انت 19 حبة والله معي كثير ها شباب، قول لي عطني فيول بروح اولد الطاقة اللي برا، خلي هذول يتولدون الان شباب طاقة ونكمل. خلينا نحط هنا هو معني يكفي يعني شباب، بس انا بحط له عشان هذا ما يفضى ابدا في حياته. هذا فل فل، وهذا يلا خذ كمان واحدة خليه كمان شبه فل. طيب تعالوا شباب نزود دمنا الان، خلاص احنا جالسين نتفرغ يمين يسار هنا، نبي نزود دمنا، حط الفيول تبعك هنا ويلا. شباب كيف نعبي دمنا الان؟ قلت لكم على هذه الطاولة لازم نحط فيها عدة أغراض، أوكي؟ الأغراض هي كالتالي، خليني أشرح لكم من جديد لأن حتى أنا نسيت، لازم أشوف. الأغراض عشان نصنع هذا الشيء، نحتاج راو ميت، راو ليفر، بوتيتو وأونيون، أوكي راح أروح أجيب الأونيون، أنا البوتيتو معي بس أنا زارع بصل، وأحتاج راو ميت، لحم ني، وحرام معي بصلة واحدة والله. طيب خلينا نزرع البصل على طول. اوكي زرعنا البصلة كذا، ومعي بصلة بعد ساعتين راح تخرب، كويس كثير. خليني اكل هذول الان، ما احتاج هذول يكونوا معي، كب هذول. احتاج الليفر الان شباب،
ما اتوقع معي ليفر في اي مكان هنا. شباب راح نضطر نذبح هذا نشرح ضروري عشان اخذ منه الكبده، لانه غير الكبده ما راح ينفع. فبسم الله الرحمن الرحيم، على بركه الله، يلا. لا ننسى نغسل يدنا، اغسل يدك اول شيء، لانك حتاكل بعد شوي انا اعرفك الان. اغسل يدك، اغسل يدك. لسه لازمني احط ووتر هاوس هنا كمان، لازم نستفيد من الجرين هاوس اللي معانا هنا يا شباب، والله عناء والله. اوكي كم شهر لسه؟ سبتمبر. اوكي ابي اغسل يدي. واش. تمام كفو، كذا امورنا بالسليم الان. طاني الكبده واعطاني اغراض كثيره، لازم نحطها بمكان هنا على طول شباب، كذا تصفيه وضع. تعرفون لازم نسوي ذا الامر. نحط اللحم المطبوخ هنا. 2 3 4 5 على طول. فضي فضي يا مدير. والله الدب يعطيك كثير ها. بالله شوفوا كم لحمه معي شباب، والله معي لحم كثير. اوكي يا رب يا كريم. يا شباب نحط هذه هنا ونحط هذه هنا ونحط حبه بصله وحبه بطاطا. راح يصنع لنا ستو ميكس، نجيبها ستو ميكس معنا. اوكي انا كنت اتذكر اني صانع القدر، مو هذا، نحتاج القدر الثاني. تعال نشوف كيف ممكن نصنع القدر هذاك شباب، القدر او الوعاء يعني، نحتاج وعاء. فينو الوعاء اللي يسمح لي اني اطبخ؟ اذر نحتاج من هذا البان. 2 ايرون انجوت، انا على حد علمي صانعه، انا على حد علمي صانعه هذا. ليش ما اقدر اجيب فورا واحط هنا؟ ممنوع. اوكي لازم بان، هذا لازم حساء البصل بس. لازم نضحي باثنين ايرون والله. شباب راح اروح اجيب 2 ايرون ونصنعها ونضحي، هذه للتجربه فقط والله. راح نضحي باثنين ايرون، حسبي الله، ما ودي اضحي بس يلا مضطرين. بس خليني احط هذول هنا وهذول هنا. تعرفون انا ما اقدر اوقف، لازم اكرفت مع الاسف يعني. انا لازم كنت اصرف واحده شباب، انا لازم اصرف واحده ما يمديني. طيب نجي على الادفانسد ورك بنش على حسب علمهم، ونحط واحده من ذي ونحط واحده من ذي. لا مو على الادفانسد، الورك بنش العاديه، واحده من ذي وواحده من ذي. بان تمام، حصلنا شباب هذا الطبق. اوكي شوفوا هذا الطبق معنا هنا، طبق اسطوري صراحه. نجيبه هنا ونحط الطبق هنا اتوقع. يا سلام، ونحط الاكل جوا الطبق. الله. واتوقع بجيب لي خشب واشغلها بالخشب ولا فحم. تشتغل بالفحم هذه يا ترى؟ تعال نجرب يعني، اذا كنت انا ذكي بزياده. اي والله بالفحم، اي والله بالفحم. ولعها. الله شباب والله. الله يا الطبخه والله نايس وان والله شباب. نطبخ الان طبخاتنا على هنا. لسه كمان اذا جبنا البراد بنحطه في هذا المكان، نحط فيه اكل، نطلع نطبخ كذا شباب يعني، نجهز الفصول كلها. يا عمي والله اسطوريه والله ذي شباب. ايش هذه؟ وهذا ايش تسوي هنا؟ توني انتبه ان هذه هنا، والله لازم اخذ ذي معي برا. وهذا طبعا لازم ووتر هاوس عشان بدينا نشغل مياه صحيه من هنا. واه كمان راح يصير حلو والله. اما تعال نسوي ذي الان، والله عجبتني. اوكي الحساء جاهز الان شباب، الطبخه جهزت الان. ليتس جو. بيك اب بيك اب. دقيقه كيف اخذها؟ اخذها كذا للاكل بس، هذا ما اقدر اشيل البان خلص ال... هي الا راح معي. اوكي راح معي كفو، ناكلها ونزيد 0.5 شباب. جاهزين؟ 3 2 1. ترى دقيق شوي بس، شوفوا الدم زاد كثير، ترى والله دم زاد شباب، وربي دم زاد. الاحمر هذا اكتمل كثير. لازم اكمله 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 عشان ازيد حبه. توني افهم. ليتس جو ليتس جو. والله اني تفشلت بس، لا لا كذا كذا تمام، كان ضروري تكون بهذا الشكل اصلا. المي لازم تزيد حبه حبه. اي والله نايس نايس. طيب شباب اول شيء هنا ايش عندنا هنا؟ 3 حبات من ذي، حبه 3 حبات من ذي. في تطور في تطور ها، بس يمكن صعب كثير نسوي والله صعب. قلنا شباب نحتاج 15 ميكانيكال بارت، انا عندي 9 فاحتاج 6 قطع الان. 1 2 3 4 5 6. واي القهر، وببكي الان شباب والله، لبكي والله، خلصوا كل مواردي. والله لبكي شباب، كل حبة تعطيك حبة ميكانيكال بارت. انا كم معي ميكانيكال بارت؟ معي 5. هي معي 5، انا احتاج 10 يعني، احسب معي 9 منها، معي 9 بلاستيك. يا الله يا العذاب، اوف يا العذاب. لازمني لسه 4 منها. 1 2 3 4. شوف المخزون كله طار والله، لبكي والله. حبة 2 3 و4. اوكي نايس، حط اغراض السيارة هنا. تم اول عملية، تمت، خلصنا منها. اوكي لازم انقل اغراض السيارة الى صندوق فاضي والله شباب. كم يسحب طاقة هذا؟ 100 يسحب 100. اوكي نايس، بس في طاقة كثير. باور افيلبل ناقص 70. شلون ناقص 70؟ والله ما ادري والله. باور ستورد 253 251. هي الباور ينقص ليش؟ شباب الان ما في طاقة شمسية الان؟ بدأت تمطر؟ لا راح يوقف كذا على الشغل. يا الله حرام عليك يا اخي. طب اذا وقفت هذا بيزيد ولا لا؟ والله بيزيد شباب اذا وقفتها شويتين. حط كل اغراض السيارة في هذا المكان. 8 بلانك، اوكي بجيبهم. انا اصلا عندي بلانكات كثيرة اتوقع. يب والله عندي بلانكات جدا كثيرة.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية. تمام هذا الصندوق خاص بأغراض السيارة. أوكي شباب الأور أعطيني هذول ستيل إنجوت ثلاثة. أحتاج منهم أنا 20 حبة ستيل إنجوت. شوف ستيل ألا كيف نصنع، ركزوا كويس. أوكي ليد أور ليد أور كذا تجي هنا أتوقع وتحط هذول الاثنين بالأنفل، يمكن بالأنفل يب والله هنا بالأنفل حبتين من دي تعطيك واحدة ستيل ألوي، وإذا رحت تدوب ستيل ألوي راح يعطيك الستيل إنجوت. أتمنى أنا وصلت. شوفوا كم صعبة. شوف ما أخبي عليكم ما أحب أشوف أكلي أنا بهذا الشكل شباب، فلازم آكل بطيخة الآن. ها كذا صار تمام الأكل والمي وكل شيء تمام. إني أجيب هذا الستيل أحطه في هذا المكان بما إنه خلص. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 أحتاج منه 20، باقي 8 حبات. 8 حبات إيزي ورب إيزي شباب، 8 حبات منه خالصين. بس أعطيني 8 حبات الأور هذا، 8 حبات ايرون اور ارجوك. هذه شجره مثلا خلينا نشوف كم لازمنا عشان نكسرها. اعطاني كم بارك شيب؟ اعطاني المفروض يكون 25. كل شجره يعطيك 5 فيها. اوكي نايس. بهذا الشكل بدينا نجمع اشجار كثير والله. تعال نكسر شجره موجوده هنا. تعال نشوف كيف ممكن نصنعها الان باي اداه باي شيء بالتحديد. انا اخذت البارك شيبات هنا، اخذتهم بارك شيب واويل كان. وين اويل كان؟ تعال اتوقع ادفانسد، اتوقع ادفانسد. لا بالطاوله الكيماويه. لا اوه ماي جاد اوه ماي جاد. يمديني 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 شباب متعلمها وكل شيء. يمديني شباب الطاوله الكيميائيه يمديني. الحمد لله طلعت متعلمها والله. تعال نحط طاوله هنا. واو بالله عليك انقذتني وربي. ليد انجوت ثلاثه عندي، ليد انجوت ابشر والله اعطيك هذا ليد انجوت. عندي ثلاثه، عندي ثلاثه. لا تكذب. لا طيب ايزي نجيب الثلاثه ايزي، روح دوبهم وخلصنا. على اساس مصاحب على نفسي كثير يعني. ايزي ها هذه ثلاث حبات ليد انجوت، حط لي شويه بارك شيب كذا ولعها ولعها ولد. طيب ايش تحتاج كمان؟ قرات 10 نيلز تحتاج 2 نيلز. يعني لازم اصرف ايرون انجوت، لازم ضروري اجي هنا واسحب واحده ايرون انجوت ضروري يعني لازم حصرا. اعطيني هذول كلهم الان. هذه لازم ما يوقف شباب، انا خبرتكم ازعل كثير لما ذا يوقف ترى. اوكي مشينا مشينا، برجع لها بعد شوي. كل شوي بعبيها وبرجع بعبيها وبرجع لين ما اشبع شباب. ورانا شيء ما ورانا شيء. هنا طبعا بنحط فيه هذه حبه، نجيب نيلزات نعبيها اول شيء نيلز هنا. بسم الله نيلز تم. اوكي نرجع كل الاغراض اللي ما نحتاجها لمكانها طبعا، لنخربط الامور الان لنصير فوضويين شباب. الجلاس الجلاس ما عندي ولا حبه جلاس، فبحاول اني ادوب حبتين جلاس بس احتاج. خلي هذول يخلصون برمي فيها اثنين جلاس. هي تحتاج كم؟ تحتاج ثلاثة ولا اثنين؟ تحتاج اثنين جلاس كويس كثير و10 بلانك. تعال نجيب ال10 بلانك الان شباب. حبة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. شوف محلاه يا أخي أوتوماتيكي الواحد يشتغل بس أنت حاط له خشب هنا. وهذه هيك 10 بلانكات. ليتس جو. اثنين جلاس. أوكي أتوقع خلصوا الآن الليدات هنا. يب خلصوا. راح أشيلهم طبعا، راح أحط اثنين جلاس هنا على الفرن. كل الأدوات معانا. راح نحطهم هنا. تمام باقي اثنين جلاس وخلصين. طيب هذه جاهزة تنقص الآن صح؟ إي والله. شباب نحن نستهلك طاقة كبيرة والله. نحتاج ضروري نحط سولار بانل أو بطاريات كمان، ما أدري إيش نحتاج. سولار بانل أتوقع. يعني شوف الباور 38 فقط، يعني الباور هو 40 بس جاهز ينقص. والكاباسيتي 1000 لكل بطارية، أنا ليش صنعت بطارية جديدة؟ ما أدري والله. صنعت بطارية دي على الفاضي، كان لازم أكثر هذول بشكل كبير. ما راح يبقى لي أماكن نحط هذول، بس لازم نكمل 20. كملنا 20. أحتاج 20. هذولهم شباب جبتهم، كل شيء زائد اقدر استخدمه في شيء ثاني الان. يا ويلي خلصنا شباب تقريبا صح؟ اي والله خلصنا الحمد لله. والله الحمد لله شباب الحمد لله. باقي بس الستيل انجوت اجيبه 20، باقي لي 8 حبات منه كان 8 حبات. يا الله بالله اعطيني. لا لاني احتاج 8 بحياتي ما راح لا يا الله بحياتي ما راح يعطيني الان لاني احتاج 8. الله ياخذك بس. هذه حبتين جلاس جهزوا الان شباب، حبتين الجلاس هذول حبه اثنين. ليتس جو. الطاولة الكيماوية شباب، الطاولة الكيميائية كيميائية الكيماوية. واحدة من هنا طلعت تحتاج شباب مع الأسف شديد انقريت، تطلع ثلاثة من ذي وحبة. لا ثلاثة بارك وحبة أويل. ول ليش؟ خمسة بارك وثلاث حبات أويل. خمسة بارك. واو لا كثير والله. أما كثير كثير شباب والله، كثير 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 كمان. 25 بلاستيك أحتاج أنا والله، لو إني أروح لهذا كان أرحم لي والله. واحد اثنين ثلاثة. يا اخي اختار هنا خمسة وخلصنا هنا. اختار هنا ثلاثة وخلص الموضوع الآن. وين البلاستيكات؟ اعطيني البلاستيكات شوي. وين البلاستيك اللي معنا؟ تسعة بلاستيك صار معنا الآن 10، هو يحتاج 25.
هذه مهمة صعبة كثير يا اخي، الا ما يطلع لك شيء يخرب المزاج والله الا. وهذيك ما تطلع لك ايرون فراجمنت لو ايش. شباب شوف شوف الان والله لازم اجيب كل ذا الخشب احطه هنا. ما بترك ولا خشبه برا معليش، والله بجيب كل الخشب معي. 6 ستيك تحتاج، اوكي نايس. بحط خشباتي، لازم يكون في مستودع والله بحطه هنا. راح اجيب خشب ليوم الخشب. هذه هنا وهنا وهنا، كل هذا راح يكون خشب اوكي. بس ما تصير الدنيا ليل، ابي اخذ العربه وامشي. يا دب تعال شويتين معنا يا دب، انت الان روح على مكانك هناك امشي. اوكي نايس، ما تصير الدنيا ليل بالله عليك، لا تصير الدنيا ليل ارجوك، لا تصير الدنيا ليل. 2 3 4 5 طيب اتوقع راح انام، راح اصحى الصباح شباب راح اشوف الموضوع هذا. تعال تعال ننام شويتين كذا للصباح، حتى الطاقة عندي تعبت شباب. الموضوع صعب كثير، اتوقع انه صعب جدا جدا اني اسويها بهذا المقطع، جدا صعب مستحيل. مو بس صار مستحيل، صار كثير مستحيل شباب والله ما يمديني. يعني شوف الاغراض اللي يحتاجها والله مو طبيعي ولو والله مو منطقي. تعال ناكل لنا بطيخة شغلة كذا نزرعها. البطيخ انا والله بديت اعاني كمان من البطيخ الان. اوكي عبينا شويتين الاكل، معنا مش سيء الاكل. اوكي شباب الموضوع صعب كثير لان هذه تحتاج منها 8 وما تطلع لي ولا واحدة الان، يعني ما اقدر اصبر عليها فهمتوا؟ لازم اخلي اللعبة مفتوحة لساعات كثيرة علشان اجيبها، غير كذا ما راح اقدر. يعني الان جبت حبة بس ما يكفي، لازم 8 حبات منها، باقي 7 ما راح اقدر انتظر كل ذا الانتظار بعدين. وهذا ايش ما يدوب الان ما صرت استفيد منه صراحة. 10 12 اوكي 12 شباب، هذه 13. الموضوع صعب 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 كثير صعب صعب، لان اعتمادي كله على هذا راح يكون. بالنسبه للاويل كان كمان راح يكون اعتمادي ايضا، هذه الشباب تطلع لي اويلات كانات كثير، يعني 2 كل مره 3 يبي لنا وقت والله. انت ايش تبي ولد؟ طيب انا قلت لكم يجي الصباح، ابي بس اشتغل هنا سريعا، اعطي بس حبه من هنا ارميها بالارض، اعبي كل ذي الان، تكسر ذي طبعا. شوف تسوي لذي هارفست وتسوي لذي هارفست وتسوي لذي هارفست وتسوي لذي هارفست وتسوي لذي هارفست وايضا لذي. جمع كل شيء الان، كمل اللوجات لان لسه بروح اجيب خشب كثير والله. كمل 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ما يكفي. واو شوف الخشب اللي جبناه شباب، بالله مو حلو. بحياتك ما راح تضطر تقول وين خشباتي، احتاج خشب مدري ايه. عرفت ايش فائده هذول؟ بس ما تكسرهم وتخليهم تقول خلاص خليهم. اوكي نايس والله شباب، عيب كبير والله اللي جالسين يسوونه، وربي يا انه عيب. انا خلاص اتوقع هنا راح انهي هذا المقطع، انا اسف جدا شباب ما بدي انا اكمل لان اصلا قضيت صار لي تقريبا 3 ساعات جالس العب وهال اجمع واسوي. يعني الى الان راح تشوفون انه صعب كثير، يعني ان شاء الله بالمقطع القادم 100% يمدينا نسويها 100%. السبب هو شباب انه مثل ما قلت لكم لازم اخلي اللعبه شغاله مده محدده كبيره عشان يجيب لي هذا كثير، وايضا اخليه شغال عشان هذول يطلعوا لي الايرون فراجمنت لان لازم لي 7 حبات الان. فبس يعطيكم الف عافيه على المتابعه والمشاهده يا جماعه، اتمنى هذا المقطع نال اعجابكم. السلام عليكم، القاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله.